بسم الله الرحمن الرحيم. من مقر النقابة الفرعية للمرشدين السياحيين بالجيزة بنرحب بالأستاذ الفاضل الأستاذ الدكتور إيفان إدوارد، وبنبدأ محاضرة من محاضراته الشيقة اللي بتخص المرشدين السياحيين وفي تاريخ وحضارة مصر القديمة وكل ما يخص المرشد السياحي. جزء أول إن شاء الله. تفضل دكتور. مساء الخير على حضراتكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله ربنا يعيد علينا الأيام بكل خير. ورجعنا تاني لبيتنا تاني نقابة المرشدين السياحيين بالجيزة. طبعاً بنفتقد وجود حضراتكم معانا هنا في مقر النقابة، ولكن إن شاء الله قريب نتواجد مع بعض في النقابة ونكمل محاضراتنا وجولاتنا وزيارتنا ان شاء الله. النهارده معانا محاضره شيقه وجميله جدا، كان اسمها كنا عاملين اسمها جوله هامه للمرشد السياحي في تاريخ وحضاره مصر القديمه، كل ما يخص المرشد. المحاضره دي في شكلها تبان ان هي محاضره تاريخ، ولكن احنا هندمج التاريخ مع بعض الحاجات الاثريه والقطع الاثريه اللي بتهم المرشد السياحي، او بمعنى اخر الجزئيه بتاعت الهيستوريكال باك جراوند اللي المرشد بيحتاجها قبل ما يتكلم على قطعه معينه، يعني كان بيجيها تاريخ او الملك ده حكم كام سنه، الحاجه دي بتهمنا قوي اللي احنا نقولها قبل ما نقف على القطعه وقبل ما نبدا نشرحها. في بعض القضايا الخلافيه حبيت النهارده اروح عليها وابدا بيها كلامي، موضوع الاسره صفرين وموضوع الاسره صفر، لان المواضيع دي احنا المرشدين القدام على ايامهم ما كانش فيه لا الاسره صفر ولا الاسره صفرين، على طول الملك بن عربد مؤسس الاسره الاولى الفرعونيه المصريه القديمه، طلع من الجنوب ضرب اهل الشمال وحد القطرين، وده موجود على الصلايه اللي فيها كلام كتير في يومين دول فيما يخص شرح الصلايه. ولكن لازم نبدا كلامنا النهارده ان التاريخ المصري القديم بدايته عباره عن مرحلتين. المرحله الاولى مش هتكلم فيها النهارده، اسمها مرحله الانتشار الحضاري. المرحلة الثانية هي الوحدة السياسية الحربية، هي دي فيها مرحلتين. المرحلة الأولى نخلي بالنا عشان دي هتبقى فيها الأسرة صفرين، والمرحلة الثانية الأسرة صفرين. المرحلة الأولى كان اسمها إيه؟ تكوين زعامات ووحدات سياسية، دي الأسرة صفرين. والثانية بداية التوسع والانتشار السياسي لبعض زعماء الأسرة صفر اتجهوا من الجنوب إلى الشمال. الأسرة صفرين للناس اللي مش ما قريتش على الأسرة صفرين، هي نزلت في بعض الكتب القليلة. أهم الملوك بتوع الأسرة صفرين الملك الصقر، الملك الفيل، الملك الثور، وده ليه صلاية شهيرة في متحف اللوفر، الملك الأسد، وده ورد اسمه على ختم لقيناه في قرية المحاسنة، الملك العقرب الأول، ودي برضه تهمنا قوي عشان الملك العقرب ده بيهمنا إحنا وإحنا بنتكلم على تأسيس التاريخ. عندنا اتنين عقرب، العقرب الأول ده اعتبرناه والعلماء اعتبروه ان ده من الاسره صفرين. نيجي بقى للاسره صفر اللي تهمنا، ولغايه فتره قريبه كان في مشكله انا كنت بواجهها مع الطلبه بتوعي، واكيد حضراتكم برضه بتواجهوها كمرشدين، لما الصلايه كان مكتوب عليها في الكتاب التعريفي او الجيب على القطعه ان هي من عصر الاسره الاولى. احنا طبعا مطلعين على الجديد وبنقول للطلبه ان الصلايه دي ترجع لعصر الملك نعمان من الاسره صفر. كان الطالب يلف من ورايا يبص يلاقي القطعه مكتوب عليها الاسره الاولى، يبص لي كده باستغراب، انتوا بتضحكوا علينا ولا ايه؟ لما المتحف اللي لا يمكن يغلط كاتب الاسره الاولى. وقدمنا كام شكوى في كذا مؤتمر، قلنا يا جماعه لو سمحتوا نبتدي نغير الكلام ده علشان يبقى متوافق مع شرح المرشد، مع شرح الدكتور او المعيد للطلبه بتوعه. وبالفعل الحمد لله الصلايه دلوقتي في المتحف المصري مكتوب عليها ترجع الى عصر الاسره الصفريه او الاسره صفر. حطحور، لما قعدنا نقول حطحور حطحور حطحور، ويجي المرشد او الدكتور يقول لا دي الهه ضال، هي صوره من صور حطحور، لكن ما ينفعش نقول حطحور ويبص او نقول باض يبص يلاقي في النيبل مفتوح. الحمد لله كل الحاجات الخلافيه دي انتهت وبقى النيبل مظبوط. احدث الاراء اللي احنا مش عارفين نتفق معاها بشكل جزئي ان الملك العقرب او العقرب الثاني والملك نعرب ينتميان الى الفتره الزمنيه القصيره اللي بتسبق تاسيس الاسره الاولى. والبعض بيقول الأسرة الأولى مؤسسها هو الملك عحاب بمعنى المحارب.
ونيجي برضه لما نيجي نتكلم على شرح الاسره الاولى، معلش هنقول ان مؤسس الاسره الاولى هو الملك نعرف، يعني حتى في الكتب انا مش عايز مرشد بعد كده ولا طالب يتلخبط، هيلاقي مكتوب في العصر الاسره صفر في الملك العقرب الاول، سوري العقرب الثاني اللي هو حاول يطلع من الجنوب ويضرب اهل الشمال وحاول يوحد، وعلى كل الاثار اللي وصلت لنا ايه، وعرفنا ازاي ان هو اول محاوله للتوحيد، ولكن للاسف ما بقت بالفشل، عشان كده ما اعتبرناهوش ان هو اللي نجح في التوحيد القطري. والنجاح الحقيقي جاء على يد الملك نعم. اقترح الباحثون تسميه الفتره دي ومجموعه الحكام اللي سبقوا الاسره الاولى زي ما قلنا الاسره صفر، ودي انجزوا خطوات كبيره على طريق الوحده، وربما كان زي ما قلنا العقرب الثاني والنعرب يمثلان اخر حكام تلك الاسره اللي هي الاسره الصفر. اهم الاسماء اللي يعني انا عارف ان دي ممكن ما تكملهاش في شغلنا، ودي اخر دقيقتين هتكلم فيهم على حاجات ما تهمش المرشد، بس عشان لما نذكر قدامنا الاسره صفرين والاسره صفر والملك العقرب الثاني والملك العقرب الاول ما يبقاش بالنسبه لنا المعلومات دي جديده. اهم الاسماء اللي ترجع لعصر الاسره صفر عندنا ميحور اريحور، الملك كا في ملك اسمه كا، وده مقبرته على بعد امتار قليله من مقبره الملك نعربه في الجبانه بي في ابيوس. الملك التمساح، الملك العقرب الثاني، وده كان اخر ملك قبل الملك نعربه. عصرنا بقى حاجه مهمه قوي اللي تفرق معانا، عصرنا على مقمعه طقوس القتال، عصرنا عليه في الكوم الاحمر اللي هي بلاكنوكس في ادفو شمال اسوان، ولقينا فيها منظر بيضرب فاس كده في الارض، كان له احتفال معين، وقلنا ان هو في البدايه لابس تاج الوجه الابلي الابيض، وفي جزء ثاني في المقمعه بالصيله لقينا ان هو راجع للجنوب ويرتدي تاج الوجه الابلي مره اخرى، فعرفنا ان هو حاول يوحد ويجمع اهل الشمال ولكن فشل، والنجاح ده كان على يد الملك نعربة. اكتشفنا صلايه الملك نعربة زي ما قلنا في الكوم الاحمر الى فروجس شمال ادفو شمال اسوان، وهي دي الصلايه اللي اتكلمنا عليها، والملك الواحد بيقف قصادها اول او ثاني قطعه على الحجر الرشيد، المرشد بيقف في المتحف ويتكلم على الصلايه بتاع الملك نعربة واللي بتصف عمليه توحيد القطري. الشغل بتاعنا بقى الجد والمهم قوي. انا كل ملك هتكلم عليه تاريخيا هتكلم على احتاجه ازاي في شرح للاخر، ان كان في المتحف المصري، ان كان في سقاره، هعمل تقسيمه النهارده لسقاره بست قطاعات، كل قطاع في ايه، كل ما يهم المرشد، وان شاء الله لو كنت لينا عملنا زياره لسقاره هنشرح كل القطاعات، يعني ما في قطاعات ما بتنزلش زي القطاع الشمالي والقطاع الجنوبي دول ما حدش بيزورهم خالص، والزياره بتقتصر على اربع قطاعات زي قطاع هرم الناس، القطاع الاوسط، قطاع الغربي، قطاع هرم تيتي، لكن هتكلم على كل قطاع وكل ملك ليه أثر هناك، وكل رجل دولة أو النبلاء اللي كانوا عايشين في عصر كل ملك منهم. حتى المسميات اختلفت لما كنا طلبة زمان. عصر الدولة القديمة دلوقتي بيقولوا عليه عصر الدولة القديمة من عصر الأسرة الأولى للأسرة الثامنة. ويعمل تقسيمة داخلية. بيسموا عصر الدولة القديمة، زمان كنا بنقول الدولة القديمة دي من الأسرة الثالثة اللي هي الأسرة السادسة. عصر ولاد الاهرام، لا دلوقتي قال لك عصر الدوله القديمه من الاسره الاولى للثانيه، ونيجي نلاقي من جوه عامل تقسيمه داخليه، الاسره الاولى والثانيه ما عرف باسم العصر العتيق. او عصر تلك الاسرات، ثلاثه واربعه وخمسه وسته ان ده عصر ولاد الاهرام. حتى الاسره السبعه والثامنه بجنين العلماء. عشان بس لما نفتح اي كتاب بالذات من الكتب الحديثه ما نستغربش، السبعه والثامنه في ناس بيحطوها الى او ينسبوها لفتره القوه، وان دي ما كانتش انهيار، وانما الانهيار الفعلي التسعه والعشره اللي ما كانش في حكومه مركزيه، العصر الاهناسي اللي هو البلد انقسمت نصين وبقى فيها عاصمتين، طيبه في الجنوب واهناسيا في الشمال، الى ان استطاع احد ملوك طيبه ان هو يطلع من الجنوب ويضرب الاهناسيين او اهناسيا او البيت الاهناسي ويستطيع ان هو ياسس الاسره ال 11. ففي ناس بيحطوا التسعه والعشره هم دول الانهيار الحقيقي، وفي ناس بيقولوا سبعه وثمانيه وتسعه وعشره ده انهيار. هنحتاجها في ايه؟ هنحتاج ان احنا نقول الاسره الاولى والثانيه العصر العتيق معظم، ونتك على كلمه معظم عشان معظم دي هتفرق معانا، معظم ملوك الاسره الاولى والثانيه كان ليهم مقبرتين. مش كلهم، معظمهم كان ليهم مقبرتين، واحده في سقاره، وتحديدا لما نيجي نتكلم على سقاره هنتكلم ان هي موجوده في القطاع الشمالي، والاخرى في ابيدوس تحديدا في ام الكعبه.
يبقى لما هنبقى في سقاره لازم هنبقى عارفين حتى المعلومه دي تبقى عندنا. احنا مش هنقدر نزور اي مصادر للاسره الاولى والثانيه في القطاع الشمالي في سقاره، بس اقول ان معظم منهم في الاسره الاولى والثانيه كان لهم مقبرتين، واحده في سقاره والثانيه في ابيدوس. اقدم اثر ملكي في جبال سقاره كلها هي مصطبه الملك عاحاط من عصر الاسره الاولى. اهم ملوك الاسره الاولى لو احنا عايزين نعرف الترتيب بتاعهم سريعا، الملك نعرم لو افترضنا ان ده هو الاسره الاولى، او حلقه الملك عاحاط، الملك جير، الملك جير، الملك وديمو او ديل، الملكه ميلت نيد، دي اول ملكه في تاريخ مصر القديم تعتلي العرش، وان كان برضه فيها كلام. والملك عدشيب، على فكره عدشيب ده باللغه المصريه القديمه اسمه حلو قوي، عدشيب اي صافي القلب. والملك سبخت والملك كاع، دول اهم ملوك الاسره الاولى. احنا طبعا كمرشدين ما بيهمناش غير الملك اللي انا هشرح له اثر معين. لو في قطعه اثريه من عصر الملك ده من حق ان انا ادي سيركل باك جراوند كلمه كلمتين ثلاثه اللي قدرنا عليه ربنا على الملك قبل ما اخش في شرح القطعه. الاسره الثانيه، الاسره الثانيه انا يهمني حاجه مهمه قوي 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 في الاسره الثانيه، اللي هي اهم ما يفيد المرشد السياحي في الاسره الثانيه. ودي معلش في ناس كتيره بيجوا عند القطعه دي وبيعدوها، انا نفسي الناس يقفوا عندها. التمثال بتاع الكاهن الراكع حته دياف لاكثر من سبب، ده اول تمثال لشخص لفرد في الحضاره المصريه القديمه. اللي يهمنا ان على كتف التمثال من ورا، انا بعتبر ان التمثال بتاع الكاهن الراكع حته دياف ده احد مصادر التاريخ المصري، زي حجر باليرمو وبرديه تورين وقائمه سقاره وقائمه بيوس. مكتوب على كتف التمثال على اليمين اسماء اول ثلاث ملوك في الاسره الثانيه. حته بسخنوي، والاسم اللي بعدهم الملك رعنب، والملك الثالث نينتر او نينتر زي ما بيقولوا. التمثال ده اول تمثال لشخص لفرد راكع كاهن حته دياف، وده يهمنا نبقى عارفين الثلاث ملوك دول، هتدل الحته الوحيده اللي هنذكرها في الاسره الثانيه. واخر ثلاث ملوك من تلك الاسره. يعني انا النهارده الاسره الثانيه ما تهمنيش كمرشد غير الترتيب على كتف حته دي اف، واخر ثلاث ملوك في الاسره الثانيه، لان في حدث مشكله يفضل ان احنا نبقى عارفينها. لان بعد ما نخلص صلاه الملك نعرف، ولو دخلنا مثلا قبل ما نخش على حته دي اف ممكن نخش او ممكن نبدا بحته دي اف ثم ننتقل الى تمثال، اول تمثال ملكي اللي هو تمثال الملك هاع سخنوي اخر ملوك الاسره الثانيه. ايه اللي يهمنا في الاسره الثانيه؟ كان عندنا ملك اسمه بير ايبسن. بير ايبسن الراجل ده كان طبعا احنا عارفين ان كان فيه عبادتين في الوقت ده، عباده لله حورس وعباده لله سامي. في عصر الملك بيرسين قامت ثورة على عبادة الإله حورس، وشال الإله حورس من على السلخ اللي فيه اسمه، يعني الديانة فقط كانت لإله سامي. ثم جاء الملك، وخلوا بالكم الحتة دي برضه في كتب التاريخ هتلاقوها غامضة شوية، جاء بعده ملك اسمه خاع سخن، ده اللي مكتوب في كتب التاريخ، بقول لكم حتى إدارة المتحف مشهورة كاتبة إيه على الليبل بتاع الكتب. جاء الملك خاع سخن لقى ان في ثوره في البلاد، ثوره دينيه، اول ثوره دينيه، اتباع ست مش عاجبهم ان اسم ست يزال والعباده بس تبقى سوري اسم ست بس هو اللي يفضل، اتباع حورس ثوره على عباده حورس ازاي وازاي حورس مستبعد. فجه الملك خاع سخن هدى الوضع شويه. ثم جاء الملك خاع سخنوي. لو جينا ترجمنا اسم خاع سخنوي اي تشرق القوتين. مين هم القوتين دول؟ قوه حورس وقوه ست. أو بمعنى آخر زي ما أساتذتنا قالوا لنا زمان، قوة أتباع حورس وقوة أتباع سيف. ياما سمعنا من دكاترة ومن مرشدين ومن ناس كتيرة، واحد يقول لك تمثال الملك خاع سخن، والتاني يقول لك لا ده تمثال الملك خاع سخنوي. أحدث حاجة شفتها بقى لما رحت المتحف واللخبطة بتوع الطلبة اللي بيتلخبطوا، هو خاع سخن ولا خاع سخنوي؟ ودول ملكين متتاليين ورا بعض ولا إدارة المتحف كاتبة تمثال الملك خاع سخن بين قوسين وي.
مثال الملك قعسخر بن قصير دي، هل هو ده الملك قبل الاخير؟ قعسخر ده الملك قبل الاخير في النسخه الثانيه، ولا هو الملك قعسخموين اللي هو بمعنى قشره القوتين اللي جه قضى على المشكله الدينيه ما بين اتباع كورس واتباع سيدنا؟ ده اول تمثال ملكي في الحضاره المصريه. خلي بالنا على كلمه اول عشان هتفرق معايا. اول تمثال لفرد فرد اللي هو حين الدياف، اول تمثال ملكي قعسخموين، اول تمثال لملك بالحجم الطبيعي اللي هو تمثال الملك جسر او زوسر اللي هو في عمر السردام في المجموعه الغربيه او المجموعه الغربيه. اهم حاجه نعرف ان قعسخموين هو حلقه الوصل ما بين الاسرتين الثانيه والثالثه، لانه تزوج من الملك ابني مع الحب اللي انجبت الملك زوسر مؤسس الاسره الثانيه. الاسره الثالثه كلنا بنقول ان هي بتبدا بالملك جسر بمعنى المقدس، لكن بننسى ان في ملك يعتبر هو اول ملك في الاسره الثالثه، الملك سانخ، سكن في برديه تورين وقريبه ابلوس، ملك ما جابش عنده سيره. ملوش بالاثار في نقش كده في وادي مغاره في جنوب سيناء. في حاجة مهمة عايزين نقولها، تسمية سوسن بمعنى الجسر دي التسمية اللي جاءت في عصر الأسرة الـ 12 في الدولة الروسية. أما الاسم اللي قبل كده واللي حتى موجود على التمثال الموجود نثر إريغيل بمعنى المنتمي للجسد الإلهي. مش عايز أتكلم كتير على حاجات مش هتفيدنا لأن الموضوع ده سر فيه حاجات كتيرة، وهنخش في سقارة وهنخش في ميدوم وهنخش في الفيوم وهرم سيلة وحاجات كتيرة بتهمنا. مش هتكلم كتير على المهندس المقدم اللي هو المهندس بتاع الملك جسر او زوسر، وكيف ان الراجل ده الناس كتيره شايفه ان الراجل ده ما اخدش التكريم اللائق في حياته. طبعا في تكريم، انا شايف ان ده لم يتكرر، ان ملك يسمح للمهندس بتاعه انه يكتب اسمه على قاعده التمثال للتمثيل، ودي في حد ذاتها تميز. ولكن الناس بتقول الكلمه دي ان هو ما اخدش التكريم بتاعه في حياته، لان بعد كده يعني اتعملت له عباده، وفي عصر الدوله الحديثه تحديدا الاسره 26 اعتبروه ابن الله بتاعه، يعني مهندس وفيلسوف وطبيب وكل حاجه الى ابن الله. وبعد كده عملوه اله ووحدوه مع الاله اسكليبيوس اله الطب عن الريق في زمن الريق، وحدوه مع الاله اسكليبيوس. لازم نقول حاجه مهمه، ان الطب عمل مصطبه لزوسر قبل ما يعمل مجموعة الهرم المدرج، عمل له مصطبة في بيت خلاه في أبلوس قبل قبره في سقارة الهرم المدرج. هنقول حاجة برضه مهمة هتهم المرشدين قوي، إن يرتبط باسم زوسر لوحة المجاعة اللي في جزيرة سهيل عندنا في أسوار. القصة بتقول إن الفيضان والنيل جف وسبع سنين مفيش مية موجودة، فعلشان كده استدعى الملك زوسر كهنه بتوعه وقالوا له، قال لهم انا عايز اعرف فيه ايه. فقالوا له انت، قالوا له اله الفيضان، مفيش هدايا وعطايا وقرابين بتقدم الى الاله خنوم، علشان كده هو نام وحلم حلم. ظهر له خنوم قال له كلمتين في منتهى الجمال، النص ده احنا دايما بنحاول نقول له للطلبه او نقول لهم خلوا بالكم من اول ثلاث اربع كلمات فيه. اله خنوم كان بيعتبر عندنا هو اله حاجتين، اله خالق كان بيسؤول عن تشكيل الطفل والكاء بتاعته، وكمان هو اله الفيضان. فقال له ايه؟ ظهر له خنوم قال له انا خنوم خالقك، انا اللي خلقتك، انا اللي شكلتك وشكلت الكاء بتاعك، أنا نون العظيم. نون اللي هو المحيط الأزلي. لما بنيجي نتكلم على نظرية الخلق وعلى تاسوع هليوبليس، تاسوع هليوبليس العظيم، بنقول إن العالم كان عبارة عن بحر كبير، محيط أزلي اسمه النون أو النون. فقال له أنا خنوم خالقك، أنا نون العظيم. الحاجة اللي عايزين نقولها في القصة اللي بكل حضرتك كلها عارفينها، إن القصة دي كتبت في العصر البطلمي. والغرض منها ليها غرض مهم قوي بعضنا ما يعرف يعني ما يعني لا يعي التخيل بتاعه. ده بيتصور لنا تخوف كهنه خنوم من نفوس الربه ايزيس اللي اخذ يزداد في بدايه العصر البطلمي،
فارادوا بالقصه دي ان هم يستردوا عقف الملوك البطالمة عليهم وان يثبتوا حرص الملوك منذ اقدم العصور من ايام زوسر على احترام وتقديس معبودهم كلهم، لان المرتبه بتاعت تزيس ارتفعت جامد. عندنا في القصه الثالثه يهمنا برضو، وطبعا دي لما حضرتك اي مرشد بيتكلم ان كان في منطقه سقاره في دهشور او في منطقه الاهرامات بيتكلم على موضوع مهم قوي، تطور القبر الملكي حتى الوصول الى الشكل الهرمي. لازم نتكلم ان كان عندنا اثنين من الملوك في الاسره الثالثه، الملك خعبا ونبكا، دول ليهم هرم ذو الطبقات وهرم الناقص وفي زاويه العريان، ودول كانوا يعتبر مرحله من مراحل تطور القبر الملكي، يعني مرشد هيحتاج يقول الاسمين دول وهو بيشرح تطور القبر الملكي. قبل ما يخش على اخر ملوك الاسره الثالثه هو الملك هوني، حكم 24 سنه، بدأ في بناء هرم ميدوم ومات قبل أن يتم وقدمه الملك سنيفروم أول ملوك الأسرة. معلومة ومقولة لازم كده تتحفر في أذهاننا، حوني صاحب أول مجموعة هرمية في التاريخ. أقول برضو كلمة أول وأول وأول، حوني صاحب أول مجموعة هرمية كاملة كان فيها معبد وادي طالع منها طريق صاعد، معبد جنائزي ثم هرم، وصول يحف المجموعة ده حوني. أما خفرع صاحب اكمل مجموعه هرميه بقيه حتى الان، الفرق ما بين صاحب اكمل مجموعه هرميه معبد الوادي موجود هنا بنزوره، طريق صاعد، معبد بقايا، معبد كنزي، هرم، وبالاضافه الى تمثال ابو الهول. لكن هوني صاحب اول مجموعه هرميه شهدت في منطقه مالي. ما ينفعش وقبل ما اغادر الاسره الثالثه ما ينفعش ما اذكرش الاتي. حسي رعد، لأن دي هتبقى يعني هتفرق معانا بعد ما نخلص شرح تمثال زوسر في المتحف. اللوحات الخشبية بتاعت حسي رعد كان من كبار الموظفين في عصر الملك زوسر. كان رئيس كتبة الملك. كان حاكم بوتو، وإن شاء الله إن شاء الله الحاج أحمد نور هيعلن عما قريب عن زيارة لينا للمتحف المصري. في التحرير ان شاء الله، وهنقف قدام لوحات حسي رعد الخشبيه، وهنتكلم على وهنقرا كل الالقاب بتاعت الراجل ده، وازاي هو كان حاكم بوتو وكبير اطباء الاسنان، وهنقول ان مقبرته كانت في القطاع الشمالي في سقاره، وكان من كبار الموظفين في عهد زوسر، يبقى لازم اتكلم على الاسره الثالثه وزوسر تحديدا والقطاع الشمالي في سقاره قبل ما اذكر لوحات حسي رعد الخشبيه. احنا لقينا 11 نيشه، 11 تجويف جوه مقبرته، كان فيها مجموعه من الالواح تقريبا 11 لوحه، ولكن الالواح الخشبيه اللي كانت معروضه في المتحف هم 6 الوان. هنبدا بالاسره الرابعه، الملك سنيفر المؤسس تلك الاسره. يكاد يتفق العلماء على ان فتره حكمه حوالي 24 سنه. غير معروف تحديدا مدى العلاقه ما بين سنيفرو وحوني، بس احنا عارفين ان سنيفرو قبل ما يفكر في ان هو يعمل حاجه لنفسه اكمل مجموعه الملك حوني في ميدون. اسمه سير افروي الذي يمملني او الذي يجعلني جميل. من حجر باليرمو، وده طبعا يعني يعتبر من المصادر القويه قوي عندنا في التاريخ المصري القديم، لانه مش اسم الملك بس، تذكر الملك، فتره حكمه، اهم اعماله، عرفنا ارساله حملات تاديبيه الى النوبه وليبيا، وعادت محمله بخيرات تلك البلاد، وعادت باسره وهكذا. اللي يهمنا ان هو ارسل اسطول في 40 سفينه الى افريقيا او لبنان لاحضار اخشاب الارض. هتهمنا ايه المعلومه دي؟ هتهمنا لما هنيجي نقول ان سنيفرو عمل هرمين، وهنتكلم عنهم بشيء من التفصيل شويه. الهرم الاول اللي هو طلع منكسر، والهرم الكامل اللي هو الهرم الثاني بتاعه. لما نيجي نتكلم على الهرم المنكسر هنقول ان جوه حجره الدفن بتاعته لقينا مجموعه من الاخشاب، مجموعه من الاخشاب جوه حجره الدفن اللي جابها في الاسطول المكون من 40 سفينه اللي راح الى لبنان لاحضار اخشاب الارض. ندعي للبنان يا دكتور، ربنا ندعي للبنان. يعني كلنا الحكومه المصريه والشعب المصري كله متاثر للي حصل في لبنان، ودي دوله عربيه شقيقه، ربنا يزيل الغم عنهم ويرحم الشهداء الناس اللي ماتوا ويحسبهم شهداء ويشفي الجرحى اللي عندهم، ربنا معاهم ان شاء الله.
لما نيجي نتكلم على تطور القبر الملك، بس هو المرشد بيقول الكلام ده في سقاره في دقشور في جبال الجيزه، هيتكلم على سيرته لان دي محطه اهم من محطات الوصول بالقبر الملكي الى الشكل الهرمي الكامل. قلنا الهرم المنكسر كان ارتفاعه 101 متر ونص تحديدا، وعصرنا بداخله على بقايا اخشاب الاقصر. هي الفكره ايه؟ الفكره ان بداوا بزاويه معينه من الهرم، ولما وصلوا لتقريبا الى منتصف الهرم ظهرت بعض الشقوق والشروخ والتشققات في الهرم. اكتشفوا ان هم لو كملوا الهرم بنفس الزاويه الموجوده عليها اللي اتعملت بيها القاعده سوف ينهار هذا الهرم. علشان كده الحل اللي فكر فيه المهندس ان هو خلاص يوقف البناء على كده ويقلل الزاويه بتاعه البناء ويقفل الهرم على كده. عشان كده طلع بشكل غريب عباره عن مصطبه بقت وارد فيها قريب صغير اللي بيعرف باسم الهرم المنكسر. او في احد الزيارات لما كنا هناك بنجد هرم صغير جنب الهرم المنكسر يعرف باسم هرم الكا. هرم الكا وافتتح من فتره قريبه يعني اقل من سنه تقريبا، تم افتتاح الهرم والدخول في الزياره. الهرم الشمالي بتاع الملك سنفرو معلش برضه زي ما قلنا ان هوني صاحب اول مجموعه هرميه كامله، وخفرع صاحب اكمل مجموعه هرميه كامله حتى الان. لازم نقول ان هوني سوري سنفرو وهرم الشمالي تحديدا هو اول هرم حقيقي في الحضاره المصريه. عشان لما بتيجي يسال الطلبه الغلابه اللي على قدهم يا ابني مين اول هرم حقيقي في الحضاره المصريه ولا ايه؟ هرم خوفو. هو ما عرفش هرم خوفو الكبير، لا هو هرم سيفرو الشمالي اللي ارتفاعه 99 متر هو ده يعني. طيب بنيجي يسال الناس هو سيفرو عمل كم هرم؟ الاجابه المعقوله اللي ممكن نتقبلها ان اي واحد اثنين المنكسر والكامل ماشي. واحد يقول ثلاثة، طب قولهم لي ايه؟ أكمل هرم حوني في ميدون وحط عليه اسمه عشان كده بينسب لكده الهرم بالإضافة للهرم. لا، سنفرو ليه هرم رابع. هرم سيلا في الفيوم. ده بني فوق أحد المرتفعات الصحراوية من حجر الجيري اللي متبقي منه ارتفاع حوالي 7 متر. وطول قاعدته طول القاعدة حوالي 30 متر. وعثر عليه برغر وهو شبه الأهرامات اللي موجودة في صعيد مصر. زي الكوم الاحمر ابيدوس واللي شفناه في احد زيارات النقابه الفرعيه في الجيزه، اللي شفناه في زاويه السلطان في الطريق الى بني حسن، شفنا هرم يرجع الى عصر اسره الثالثه. هو بالظبط هرم شبيه بهذا الهرم اسمه هرم سينا. اهرامات ليس لها اي ملحقات، لا معبد جنائزي ولا معبد وادي، بيعود للاسره الثالثه ولقينا جنبه لوحتين، هو بيعود للاسره الثالثه بس لقينا هيئه الاثار عثرت على لوحتين مكتوب اسم الملك سنفرو. علشان كده ناس مرات بينسبوا هذا الهرم لسنفرو، وبالتالي يصبح عدد الاهرامات كلها بتوع سنفرو اربع اهرامات. مش هقدر اسيب الاسره الرابعه وتحديدا الملك سيفرو قبل ما اتكلم على الملكه حته حبس زوجة الملك سيفرو وام كوفو. قصه صغيره معظمنا عارفينها، لازم نقول ان الملكه حته حبس كان ليها مقبره في البدايه في دهشور جنب هرم او مدفن او مقبره جوزها الملك سيفرو. واللي حصل ان بعد وفاه سيفرو وفي ايام عصر الملك كوفو حدث ان سرقت تلك المقبره، واللي اتسرق منها تحديدا عثمان الملك وبعض المنتجات الذهبيه. احنا مش قادرين نحدد ايه اللي سرق، ولكن لما الحراس اكتشفوا ان المقبره سرقت عملوا بئر في الجهه الشرقيه من الهرم الاكبر بتاع الملك خوفو، وعملوا البئر ده ودفنوا فيها الملكه او حطوا التابوت بتاعها المرمر وما تبقى من المقتنيات بتاعتها اللي تظهر فيها احد الغرف اللي موجوده في المتحف المصري بأساس جاهزي جميل للملكة موجود الآن في المتحف المصري. أحداث كتيرة حصلت على مر التاريخ المصري القديم بينسبوها لفترة سنفرو، فترة خوفو. هتكلم عن حاجتين، بردين وستكار أو قصة خوفو والصحراء، ودي هتنفعنا لأن دي هتبقى مقدمة كبيرة جدا في عصر الأسرة الخامسة وإزاي
بعض الناس الذي لا يجري في عروقهم الدم الملكي استطاعوا عن طريق الدعايه الادعاء ان هم يصلوا الى العرش. وهنتكلم عن مريض الاستقرار، وعلى فكره ان الاستقرار ده هو مالك البرديه، عشان كده عرف باسم برديه الاستقرار وقصه خوفو والسحر. بس اللي يهمنا هنا في سنفرو اللي هي برديه اسمها تنبؤات نفرتي. البرديه دي اتعملت في عصر الاسر ال 12 ونسبت احداثها الى عصر الاسر الرابعه وتحديدا للملك سنفرو. بتقول ايه؟ احنا عندنا ملك بجد رجل عصامي، رجل عظيم في التاريخ المصري القديم اسمه أمنمحات الأول، لا يجري في عروقه الدم الملكي نهائي. كان رجل عصامي من عامة الشعب، كان وزير عند آخر ملك في الأسرة ال 11، ويقال إن هو عمل مؤامرة وتخلص من الملك بتاعه واعتلى العرش. علشان يخلي موقفه سليم واعتلاءه للعرش الشرعي، عمل بردية نسب أحداثها إلى سنفرو. في يوم من الايام سنفرو جاب كبير الكهنه بتاعه اسمه نفرتي، قال له قول لي يا نفرتي ايه اللي هيحصل في المستقبل؟ قال له بعد كده هيجوا اولادك واحفادك ويحكموا، وبعد كده هتيجي فتره من الاضمحلال وفتره من الانهيار، ومش هينقذ البلاد من هذا الانهيار غير واحد يدعى اسمه اميني. أميني ده هو الملك أمنمحات الأول، مؤسس الأسرة الـ 12، واللي جت بعد كده أسرة عظيمة قوي. بدأ أمنمحات الأول، سنوسرة الأول، أمنمحات الثاني، سنوسرة الثاني، سنوسرة الثالث، أمنمحات الثالث، لغاية لما انتهت الملكة سوبر بيفرو الأسرة الـ 12. ما نقدرش نتخطى سنفرو، وما نقولش إن المرشد هيحتاج الكلام على أبناء سنفرو. على الأقل في المتحف المصري في تمثالة الامير راح حدد وزوجته ونفرتي. التمثال الرائع اللي هنشرحه ان شاء الله، او هنقرا يعني مش محتاج مرشدين مش محتاجين شرح التمثال ده، انا بنمشي بتاعك، ولكن هنقرا بعض الالقاب اللي منها وتميز المرشد السياحي لما يقرا لقب على تمثال او حاجه نادره. يعني لما نروح زياره المتحف احنا مش رايحين عشان نقول ان الملك زوسر ده مؤسس الاسره الثالثه وعثرنا على هذا التمثال في استرداد وحاجه كبيره، لا، هنقول معلومات جديده وحاجات تميز مرشد عن اخر في شرحنا لقطع المتحف المصري ان شاء الله. راح حاطب ونفرت واصطبت الامير راح حاطب في ميلون، وده كان ابن للملك سنفرو بس ابن غير شرعي، لان احنا عارفين ان سنفرو جه الملك خوفو هو اللي تولى العرش. عندنا برضو واحد تاني ابن لسنفرو ولم يعتل العرش، وانما كان من زوجه ثانويه، الامير نفر معه اللي مصطبته برضه موجوده في ميدون، وهو صاحب لوحه اوز ميدون، وده برضه ابن الملك سليمان. بعد كده برضه في حاجات مش هنقف عندها كتير، ان بعد الملك سليمان وجه الملك خوفو ابن الملك سليمان والملكه حرس صاحب الهرم الاكبر في الجيزه والمجموعه الغربيه بتاعت خوفو. طبعا لما النقابه نصبت رحله الى منطقه اثار الجيزه، احنا عارفين ان معبد الوادي بتاع الملك خوفو تحت طريق نهر السلام حاليا، الطريق الصاعد بتاع الملك خوفو متبقي منه بعض القطع البسيطه. المعبد الجنائزي مش باقي منه غير الارضيه اللي البازلت اللي في شرق الهرم، ثم الهرم الكامل و مراكب الشمس. احنا عارفين ان كل مجموعه من المجموعات الهرميه، هرم خوفو اهم ما يميزه وجود مراكب الشمس، هرم خفرع اهم ما يميزه اضافه الى المجموعه الهرميه بتاعته هي التمثال الهول. في تمثال يهمني ان انا اقوله، تمثال الملك خوفو من العاج، طوله 7.5 سم، عثرنا عليه. لازم يعني بلاش الكلام الواسع قوي، كل الناس تقول عثرنا عليه في ابيدوس. فين في ابيدوس؟ في حته اسمها كوم السلطان في معبد الله خنتي في كوم السلطان. وهنا لينا وقفه لحضراتكم علشان الموضوع ده، كان انا حضرت المحاضره للاستاذه الدكتوره جليله في كليه الاطار من فتره قريبه، دكتوره نبيل جلال. والدكتوره نبيل جلال متخصصه في حته تاريخ التماثيل. يا ترى يا هل ترى، بعض الناس يقولوا التمثال ده بيرجع لعصر الملك خوفو الاسره الرابعه دوله قديمه. الناس تقول لا، هو مش لا يعود للاسره الرابعه تماما، وانما يرجع لعصر الاسره 26 العصر الصاوي،
عصر النهضه اللي حاولنا نرجع فيه الى تقليد كل حاجه كويسه من القديم، الدوله القديمه. ولكن في اراء جديده بتقول ان التمثال ده ربما يعود، طبعا ده راجع للاساتذه المتخصصين في تاريخ التماثيل، ربما الفن بتاعه يعود الى عصر الاسره الرابعه وعصر الدوله القديمه تحديدا، وهنا نحط علامه استفهام. بعد الملك خوفو كان المفروض يتولى ابنه الامير كواعب الحكم، ويبدو انه توفى قبل ابيه وحل الصراع بين الزوجات الملك، ونجح احدى الزوجات في ان هي تدفع لابنها يعتلي العرش. طبعا لازم كلنا نبقى عارفين الاسم ده، الكلام ده للناس اللي مش دارسه او صغار او المرشدين حديث التخرج، مرات كتير اقول لهم مين مؤسس الرابعه اللي يسلفوا وخوفو وخفرع ومنكوره، اقول لهم ما نقدرش نتجاهل ابن الملك خوفو واللي مسك قبل الملك خفرع، ما اقدرش اتجاهله ليه؟ اتجاهله لو حكم فتره قليله، اتجاهله لو ملوش اثار، لكن ده ملك اسمه الامير او الملك جد فرع، حكم 9 سنين، ليه هرم في منطقه ابو رواش، هرم صغير اللي متوقع منه عدد من المداميك لا يزيد ارتفاعها عن 12 متر، لكن ملك وحكم 9 سنين وليه هرم في منطقه ابو رواش، فعشان كده ما ينفعش نسخه هذا الهرم. ولما نيجي بقى رغم ان احنا اسقطنا اكتر من اسم، بس اللي يهمنا كمرشدين سلفرو خوفو جد فرع خفرع من كورع، ونختم بشيف سكاف، ولو ربنا قدرنا نذكر اسم الملكه في الانتكاوس، لان دي كانت وصل حلقه الوصل ما بين الاسره الرابعه وما بين الاسره الخامسه. الملك خفرع رابع من الاسره الرابعه ابن خوفو شقيق الملك جد فرع، صاحب اكمل مجموعه عربيه باقيه حتى الان، معبد الوادي من اجمل ما يعني اروع ما يمكن. الهرم بتاعه بيميز بجزء من الكسوه الخارجيه اللي في قمه الهرم اللي ما زالت موجوده. طبعا واحنا داخلين معبد الوادي بنلاقي الحفره اللي عثرنا فيها على مجموعه من تماثيل الملك خفرع، اهمهم التمثال اللي موجود من البيوريت اللي موجود في المتحف المصري، اللي الصقر كورس موجود خلف راس هذا الملك. تمثال ابو الهول والجدل اللي موجود فيه، خلاص بقى يعني انا عارف ان الكلام ده الناس يقولوا لا احنا عارفينه، بس نقوله ونخضع الشك باليقين زي ما بيقولوا، تمثال ابو الهول لا نابليون كونابارت زي ما بعض الكتب بتحكوا علينا واحنا صغيرين وفي ابتدائي وفي اعدادي، نابليون هو اللي حط قدام في ابو الهول، ولا صائم الظهر هو المسؤول عن تحطيم ابو الهول، وانما احدث الاراء واللي اتفق عليها جميع العلماء ان هي عوامل التعريه هي اللي اثرت ابو الهول بالشكل او وصلته للشكل اللي موجود عليه الان. الملك من كورع اصغر صاحب اصغر اهرامات الجيزه 66 متر ونص الارتفاع، مات قبل ان يتم اكمال هذا الهرم، واللي اكمله له ابنه وخليفته الملك شمسكين اللي حكم 4 سنين. لازم اقول حته تاريخيه وحاجه خاصه بالديانه في الملك شمسكين علشان نقدر نشوف هو عمل ايه واهم اثاره. من اول تحديدا من اول الملك جد فرع ظهر لقب زياده من ضمن القاب الملك اللي هو اللقب اللي هو اسمه سهرع، اي ابن الله رع. والدعوه الى عباده رع ابتدت جدا، واصبح اسم رع جزء من اسماء الملوك، جد فرع من كو رع وهكذا. لما شاف سكاف بص لقى ان نفوس رع زاد قوي ونفوس كهنة رع زاد قوي، حب يفرمل الكهنة ويحد من نفوسهم. يعمل ايه؟ عمل حاجتين. أول حاجة ما حطش اسم رع في اسمه، اسمه شيبسيس كاف. شيبسيس كا اف. تاني حاجة لعلاقة الشكل الهرم بعبادة الله رع، رفض إن هو يبني مقبرته على شكل الهرم، وإنما شيد لنفسه مصطبة تعرف باسم مصطبة فرعون. فين مصطبة فرعون؟ علشان ما تتلخبطش، عشان كل كتاب كاتبها بطريقة. جنوب سقارة، أنا لو في سقارة هقول القطاع الجنوبي في مصطبة فرعون. لو في دهشور هقول لك شمال دهشور. أو الناس كل بعض الكتب كاتبة إيه؟ في منتصف الطريق ما بين دهشور وسقارة. أو سقارة ودهشور. أنا بوريها للطلبة فين؟ لو بنروح دهشور بنطلع الهرم الكامل، لأول على مدخل الهرم الكامل بنقول لهم إدوا ظهركم المدخل، طبعًا بنبقى طالعين لغاية فوق، نفسنا مقطوع. أول ما ناخد نفسنا كده ندي ظهرنا لمدخل الهرم الكامل بتاع سليفرو، أقول لهم شايفين قدام أو كده الأهرامات إيه؟
طوالي كده الاهرامات بتاعت سقاره اللي انتوا شايفينه ده، اللي هي المصطبه المربعه دي او المستطيله، هي دي مصطبه فرعون الخاصه بالملك اسكاف ابن الملك منكورع اللي عاش 4 سنين واتم مجموعه والده منكورع وعمل مصطبه فرعون، وحد شويه من نفوذ كهنه رع اللي هيزداد جدا 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 في عصر الاسر الخمسه. من ضمن الحاجات اللي عليها علامه استفهام الملك داخل تكاوس. كل الكتب انا يعني رجعت لاكثر من كتاب علشان اقول لكم مين قال ايه ومين قال ايه. مين خنت كاوس؟ نفس الاسئله اللي هقولها لحضراتكم دي هي اللي كانت مكتوبه، هل هي اخت لشبسكاف ام زوجة ليه؟ هل حكمت البلاد بمفردها ام لم تحكم وانما كانت مجرد زوجة الملك؟ من المؤكد ان هي ليها علاقه بنشأة الاسره الخمسه، وربما تزوجت بشبسكاف وجابت له ولدين هم اللي بعد كده هيصبحوا ملوك بعد الملك شركاف، هم اللي هيتولوا العرش بعد بغاض صح ورع ولف الكرم. دكتور احمد فخري رجح ان هي ابنه الملك من كورة وانها لم تجلس على العرش وانما كانت حلقه الوصل لما اتجوزها ابو شركاف ودائما اللي يجري في عروقها الدم الملكي لما اتجوزها ابو شركاف واصبح من حقه ان هو يعتلي العرش رغم ان هو كان من كبار كهنه الاهرع في الوقت ده. اهم حاجه في المنك المرشدين اللي هي كانت حلقه الوصل ما بين الرابعه والخمسه، انا اللي بقدر احطها، ناس بيحطوها في نهايه الرابعه، ناس بيقولوا بزواجها من الاسره كيف بدات الاسره الخمسه، فاحسن حاجه نقول عليها ان هي حلقه الوصل ما بين الاسره الرابعه والخمسه. طبعا قصه خوفو والصحراء بديت باستقرار مالك البرديه، خوفو طلب من اولاده ان هم ياتوا له بصحراء وكل واحد يقول اي حاجه بيعرفها عن صحراء يقول له ساحر. عمل شويه حاجات اقتنع بسحره فقال له قول لي ايه اللي هيحصل بعد كده. اخبره الساحر طبعا دي يعني موجز القصه، اخبره الساحر في نهايه حديثه بان زوجة كاهن سوف تحمل من المعبود رع وستنجب له 3 اطفال سيخدمون مصر وان اكبرهم سوف يصبح كبير العرافين في مدينه اليوبلس وانهم سيتولون العرش بعد حفيدهم. القصه اذا مظاهرة سياسية أراد بها ملوك الأسرة الخمسة أن يقنعوا الشعب أنهم أبناء رع من صلب. تلك الدعاية السياسية اللي هتكون مرة بعد كده. أنا مرة كنت عامل محاضرة أو بحث كده صغير أنواع الدعاية السياسية وكان مرة حصلت في التاريخ، ممكن مرة نتكلم برضه في جزء المحاضرة بداية من الأسرة الخمسة مرورا بقصة أميني عبد الحيات الاعتراف لوحه الحلم بتاعت حكمس الرابع حتشبسوت وادعاها ان هي بنت الله مرة على مصوله عمرتهم الثالث وبيرث روم او غرفه الولاده اتباع ما توصل. الموضوع اتكرر كتير وممكن برضه نبقى نتكلم فيه كده نركزه في مره من المرات. حبوا يكتسبوا صفه الشرعيه من هم اولاد الله رع من صلبه وبهذه الطريقه تولى بوسركاف مقاليد الحكم واتخذ الالقاب الملكيه الخمسه. مالتون قال اغرب واحد بيتكلم في سنوات حكم. ملك قال حكم 28 سنه. حجر بلده قال 7 بس. يعني احنا عارفين ان في اختلافات ما بين خوفو مثلا بعض المرصاد كاتبه 21 23 24 27 تحس ان الفرق برضه بسيط. لكن ملك قال 28 سنه مسكات وحجر بلده قال 7 سنوات. في حاجه غريبه هنا يعني حاجه لو قلتها لحضراتكم دايما هتفضل يعني عالقه باذهاننا. احنا الاسره الخمسه اسمها اسره كهنه الشمس. أسر يعني الهرع كل ده ممكن ان هو يتقال بس اهم حاجه في اثار تلك الملوك الملك اللي اسمه أسر كاف بدا تشييد هرمه في سقار ما راحش بصير واخر ملك في ملوك الاسره الخمسه برضه هرمه في سقار. اوعى ننسى ان اول واخر يعني معظم ملوك الاسره الخمسه اهراماتهم ومعابد الشمس بتاعتهم فانوسيه. ما عدا اول واخر وجد كراع سيسي الهرم الشوال اللي هو في قطاع الجنوب، بس خلينا ناخد الحاجه اللي تركز في الانتباه. اول ملك وسركاف هرم اسمه الهرم المخربش. لو حضرتك جاي من زياره القطاع الاوسط وهرم زوسر وداخل الشمال على السرابيو هيبقى على ايدك الشمال الهرم المخربش. في ناس ما بتعتبر ما تفتكرش ان ده هرم خالص، الهرم المخربش وسمي بهذا الاسم عشان حالته صعبه جدا. لو حضرتك جاي من قطاع هرم تيتي وهتخش على برضه السلام والقطاع الغربي هيبقى تكسر يمين هتشوفه على ايدك الشمال. يعرف هرمه باسم الهرم المخربش.
بس اقام المعبد الشمس بتاعه في منطقه ابو سمبل. الحاجه برضو اللي تهمنا كمرشدين لو بنقف عند القطعه دي، عصرنا للملك وسرجاف على راس ضخمه من حجر الجرانيت، عصرنا عليها فين؟ في معبده اللي في ابو سمبل. في البدايه الناس كانت فاكره او بتقول او بيشرحوا ان الراس دي هي راس المعبودانيت رقبه صار حجر الاسس 26 عصر الصار بسرعه. ولكن التمثال ده وان شاء الله في زيارتنا القريبه هندي اضاءه كده على التمثال، التمثال فيه شال، فعرفنا واتاكدنا ان هي راس ضخمه من حجر الجرانيت الملك موسيقى. بعد الملك وسركاف عندنا الملك السحورع ظهرته في ابو سمبل. يعني الاربع اسماء اللي جايه دي هتهمنا لو كمرشدين هيزوروا منطقه ابو سمبل. هي اعتقد ان هي ما زالت مقفوله وما بتزارش، بس لو رحناها او شفناها هنتكلم على الاسره الخمسه، ملوك الاسره الخمسه تقديسهم للمعبود رع، اقامه معابد تعرف باسم معابد الشمس. كان يهمنا نقول في معابد الشمس حاجتين مهمين تشابهها زي معابد اللي عملها اخناتون لاله اتون، كانت غير مصفوفه لان هم هيعبدوا الاله رع. تاني حاجه كان لازم من اهم الخصائص بتاعتها وجود مسله، على اعتبار ان في علاقه ما بين المسله والبنلن وعباده الاله رع. فلازم معبد الشمس اللي كان موجود في ابو سمبل لازم كان يبقى فيه مسله، ولازم كان يبقى فيه مواقف قرابين، ولازم كان يبقى بدون سد. الملك سحورع هرب في ابو سمبل وقلنا فقير قوي في البناء. بعد كده الملك نفر ايد كرع وده اخو الملك سحورع وتولى بعده على طول. الملك شيبسس كرع وده مش هيهمنا قوي. في ملك لو احتاجنا القطعه دي لازم عارفين في احد ملوك الاسره الخمسه اسمه نفر افرع. نفر افرع ده لقينا اطلال هرم جنبه، لقينا تمثال حلو ان شاء الله لو رحنا المتحف هنشوفه، تمثال جالس على العرش ورا راسه برضه المعبود حورس، وده يشابه التمثال بتاع الملك خفرع اللي عثرنا عليه في معبد الوادي بتاع الملك خفرع. ليموس الرع معبد كبير في ابو سمبل اسمه معبد الشمس. طيب يهمني بقى شويه حاجات علشان لما بنروح سقاره وبنقف عند المقابر بتاعه النبلاء وكبار رجال الدوله بنحتاج نقول ان الشخصيه دي كانت وظيفتها كذا في عصر الملك. من اهم الشخصيات في عهد الملك ليموس الرع تي. يعد قبره في سقاره من اهم مقابر الدوله القديمه على الاطلاق من حيث التخطيط والعمار، المساحه، المناظر المسجله عليه. لما نيجي نتكلم على القطاعات اللي موجوده في سقاره، في القطاع الغربي ما بتزورش الحاجتين، هم ثلاثه لو هنقدر يبقى معانا من تسع مرات، بنزور السرابيوم ومقبره تي. تي ده كان من عصر الاسره الخمسه وتحديدا يوسف. جد كراع السيسي ده احد ملوك الاسره الخمسه، هرم اسمه هرم الشواف، موجود في القطاع الجنوبي اللي ما بيتزارش خالص في الزياره بتاعتنا في سقاره. الوزير والحكيم بتاع حطب اللي ترك مجموعه من النصائح والحكم ده هي كان برضه في عصر الملك جد كراع السيسي. هختم كلامي بالاسره الخمسه، احنا خلاص يعني الوقت بتاعنا فاضل له 10 دقائق وربع ساعه، هنبتدي نختم بقى عشان نفرد كده خمس ست دقائق كاملين على سقاره وزياره سقاره. الملك اناس اول انس واخر ملوك الاسره الخمسه هربوا في سقاره، تحديدا في قطاع هرم اناس، عندنا بس القطاعات اللي هتكلم عليهم كمان شويه، قطاع اسمه قطاع هرم اناس، القطاع ده في الهرم. اناس كملك مش مهم بالنسبه لنا خالص. وهرمه بالنسبه لنا مش مهم خالص. امال ايه اللي سيط اناس في التاريخ؟ ان احنا اول هرم يعثر بداخله على ما عرف باسم نصوص الهرم. ودي قلنا عباره عن مجموعه من التعاويذ والصلوات الدينية الجنازية كتبة معرفة الكهنة، وكانت موجودة على جدران حفرة الدفن جوه الهرم، عشان كده عرفت باسم الصورة. طب ايه فايدتها؟ ضمان سعادة المتوفى في عالم الأرض. هنحتاجها في أكتر من حاجة المعلومة اللي أنا بقولها. هنحتاجها واحنا في هرم أناس لما نتكلم إن ده أول هرم عثرنا فيه على الصورة. لما نخش قطاع هرم تيتي هنقول إن ده تيتي ده أول ملوك الأسرة الستة، وبالتالي تاني هرم يعثر بداخله على الصورة.
واحنا حضراتكم واقفين قدام تابوت داجي في الدوله الوسطى في المتحف المصري. هتكلم على قصد من عني هتكلم عن الصهراء اللي اتطورت بقت في الدوله الوسطى بدون التوابيت او الصرابين، وهنوريها للاجنبي او الساحل معانا ان الصهرام اللي كانت موجوده في الدوله القديمه بنفس المسمى بنفس الغرض ولكن باختلاف المسمى، اختلاف مكان كتابه النصوص دي. كانت كتبت على الجدران الداخليه للهرم او حجر الدفن في الهرم، كتبت على الدوابين من الداخل والخارج في الدوله الوسطى، وعرفت في الدوله الحديثه باسم كتاب الموت. اول مره بقول عثرنا عليها في هرم ناس ثم هرم بني وبعض الاهرامات بتاعت الزوجات بتوع ملوك الاسره السابقه. طيب اهم حاجه برضه في ناس، واحنا طالعين من قطاع هرم ناس بنبص نلاقي الطريق الصاعد بتاع ناس، ما نقدرش ما نتكلمش على هذا الطريق لان تقريبا الطريق الصاعد الوحيد اللي في مصر كلها وفي المجموعات الهرميه اللي جزء من جدران الطريق الصاعد وجزء من السقف مازال موجود. وفي مناظر جميله، الملك وهو بيقدم الشعائر ومناظر تمثل الزراعه والصيد وبعض مناظر حاجه يوميه. واحنا طالعين في الطريق الصاعد كده وهنتكلم الطريق الصاعد ده لان فيه مقاومه منى على اليمين وعلى الشمال، هنذكر بعضها ذكر سريع. قبل ما نتكلم على الاسره الثابته اللي هختم بيها كلامي بعد 15 دقائق، هنتكلم على سقاره دلوقتي. سقاره التي سميت بهذا الاسم بالنسبه لها السكر لها الجبان، هي جبانه واسعه يقال ان هي تمتد حوالي 8 كيلو متر مقسمه الى 6 قطاع. لو رحنا ومعانا متسع من الوقت والمتاح للزياره هم 4 قطاع. هنبدا لو دخلنا في قطاع اسمه القطاع الشمالي ده ما بينزلش. ايه اهم الحاجات اللي فيه؟ مقبره قاعبر او شيخ البلد اللي التمثال بتاعه من خشب الميز موجود في متحف مصر. مقبره حسيرع طبيب الاسنان واللي لقينا الواح الخشبيه اللي موجوده. في مجموعه من السلاليب المنقوره تحت سطح الارض تيبيكال الموجوده في منطقه دون الجبل، مخصصه لدفن رمزي الاله شاكوتي اللي هو الطائر ابو منجل والارض ومصادر ملوك الاسرتين الاولى والثانيه. ده القطاع الشمالي اللي عمرنا ما شفناه وما اعتقدش ان احنا هنشوفه لان هو غير مؤهل للزياره. مقبره قاعبر، حسرع، السراديب المنقوره لرمزي شاكوتي ومصادر الاسرتين الاولى والثانيه. القطاع الاوسط وده اللي يهمنا عشان ده بيتزار، ده الاساس اللي ما فيش مرشد بيروح منطقه سقاره الا بيبدا زيارته بالقطاع الاوسط اللي هو مجموعه الهرميه للملك هتشيسب او سوسو. وجنبه هرم اوسيركاف، ده برضه منسوب للقطاع الاوسط. وارتفاع هرم اوسيركاف كان 44 ودلوقتي اسمه الهرم الخارج وحجمه طبعا الف الارتفاع وحجمه 9 متر. قطاع هرم تيتي ده غالبا القطاع اللي احنا بنطلع منه القطاع الاوسط نروح قطاع هرم تيتي. في ايه؟ في هرم تيتي اول ملوك الاسره السابقه كان ارتفاعه 52.5 متر ده في الاصل، وده اول تاني هرم يعصر بداخله على اسس الهرم. القطاع ده في حته برضه بعيده ما بتظهرش، هرمي زوجتين يبوت واخويت. مقبره ميرينوكا ده كان وزير في عهد الملك تيتي اللي هو الهرم بتاعه قدامه. مقبره كاجيمي وكان وزير في عهد الملك تيتي، يبقى ده كله موجود. وفيه مقبره الطبيب عنخ محمود وده كان طبيب ووزير، والمقبره بتاعته فيها منظر من اجمل المناظر اللي ممكن تشوفها في حياتنا هو منظر لختان احد الصغير. القطاع الغربي اللي للاسف ناس كثيره الوقت بتاعها ما بيسمحش ان هي تزور القطاع الغربي واللي بيضم السرابيو. كلمه سرابيو قلنا كثير والدكتور خالد استفاض فيها بصوت لما بنتكلم على سرابيو الاسكندريه بيعني مقر الحوضريه لله سرابيو. عباره عن مجموعه من الممرات تحت سطح الارض المنقوره مخصصه لدفن مومياوات العلم الابليس في طوابير ضخمه جدا من الجرانيت. طيب في مقبره تي احنا قلناها من شويه، كان تي مشرف على اهرامات ومعابد الشمس للملكين
نفر ايه الكرع وليه مسرع؟ دي حتى المقدمه اللي بنقولها واحنا داخلين مقبره دي، الراجل ده كان مشرف على اهرامات ومعابد الشمس الاثنين من دول. نفر ايه الكرع وليه مسرع؟ مقبره بتاع حاتم واخ حاتم ودول شغلوا وظائف هامه، من بينهم قاضي ووزير وعاشوا في اواخر الاسره الخمسه. مجمع الفلاسفه، وده قلنا ان كان في مجموعه من رؤوس التماثيل او بقايا التماثيل لافلاطون وارسطو واشهر التماثيل اللي عرفت في عصر البطلمه. قطاع هرم اناس، هرم اناس ده اللي فيه القطاع ده ما فيهوش غير هرم اناس وبقايا الطريق الصعب بتاع اناس، ويضم مجموعه من المقابر الهامه ان شاء الله لو زرنا سقاره في بعد ما في منطقه سقاره ممكن نزور بعض المقابر المهمه جدا. ايه هي المقابر اللي موجوده هناك؟ وعملنا زياره من فتره بس كانت قاصره على معابد على مقابر بعينها. مقابر كبار رجال الدوله، بعضها شمال الطريق الصاعد وبعضها جنوب الطريق الصاعد وناس. المقابر الواقعه الى الشمال وناس عنك. الاميره ايدود، دي اميره للبيت الملك عاشت في نهايه العصور الخامسه واوائل السابعه. مقبره خنوم، وده المشرف على انشاء هرم سنفر. هرم ناس. مقبرة الوزير محمود، وده عاش في بداية الأسرة السادسة. المقابر اللي واقعة جنوب الطريق، ودي المفروض ما تكونش حاجتنا اللي احنا نزورها، مقبرة نفر حرق البتاع المعروفة باسم مقبرة الطيور. ودي صاحبها عاش في الأسرة الخامسة، وظيفته كان مصفف للشعب. وفي مناظر للوظيفة بتاعته داخل المقبرة، بس يغلب عليها مناظر الطيور عشان كده أطلق عليها مقبرة الطيور. كل ده قوم، والمقبره الثانيه الجميله بتاعه مقبره الجزارين نفر ايرين كويل بتاعها. صاحبها كان كبير الجزارين في عصر الاسره الخامسه في القصر الملكي. اللي بيميز المقبره دي اجمل مناظر لذبح الاضاحي موجوده في المقبره دي. بالاضافه الى مجموعه من التماثيل المقبوره في الصخر بصاحب المقبره ومناظر ذبح الاضاحي زي ما قلنا. في مقبره مزدوجه لشخصين، نيعان خنوم وخنوم حاتب اللي معروفه باسم مقبره الاخوين، ودول عاشوا في الاسره الخامسه وكانا يشغلان وظائف كانت الاهراع في معبد الشمس برضه عند ميكوس الرع، رؤساء الارشيف في القصر الملكي. وعلى فكره ناس كثيره بيجزموا ان دول ما كانوش اخين ولا حاجه، وانما كانوا مرتبطين مع بعض في الوظيفه زي ان هم كانوا كهنه مع بعض في المعبد كده، عشان كده اطلق عليها مقبره الاخوين. اوائل الثمانينات حفائر بعثة كلية الآثار جامعة القاهرة وبعثة إنجليزية هولندية مشتركة اكتشفوا شوية مقابر هناك في المنطقة دي من أجمل المقابر الموجودة، منها مقبرة معلش سامحوني مقبرة القائد العسكري حرم حرم. ولازم نقول عليها المقبرة دي مقبرة القائد العسكري حرم حرم. ليه؟ لأن عملها القائد العسكري اللي كان في نهاية الأسرة 18 حرم حرم لما كان فاكر إن حياته سوف تنتهي في سقارة ولن يذهب إلى الطيبة، وده مكان وفاته، وعمل مقبره عشان تضم دفنانه، ولكن الامور اتغيرت بعد وفاه توت عنخ امون وتولى الكاهن اي، وبعد ما توفى اي بعد 3 سنين تولى حور محب العرش واصبح هو الملك، وانتقل من سقاره واتجه الى الجنوب وعاش في طيبه، وعمل هناك مقبره ثانيه دفن فيها في وادي الملوك مقبره الملك حور محب الموجوده في طيبه. في مقبره مايا ودي زرناها برضه في الزياره بتاعه مقبره الجيزه، وزير الخزانه في عهد الملك توت، ونفر لامبن كان الوزير في عهد الملك رمسيس الثاني. اخر قطاع معانا قطاع الجنوبي اللي ما بيتزارش، في مجموعه من الاهرامات زي هرم الملك جن في رعب اسيس المعروف باسم هرم الشواب، اهرامات بين الاول من الرعب بين الثاني ومصطبه شمسكاف اللي بيطلق عليها ان دي في القطاع الجنوبي. وانتهت الاسره السادسه، كانت الاسره السادسه كان اهم ملك فيها الملك ديدي هو مؤسس الاسره السادسه، ثم الملك بيبي الاول وابنه او ابنيه بقى بن الرع وبيبي الثاني اللي حكم فتره كبيره زادت عن 94 سنه، وفي عصره انتهت الدوله القديمه ودخلنا بعد كده في فتره من الانهيار عرفت باسم فتره الانهيار الاول او الانتقال الاول او اللامركزيه الاولى، وان شاء الله نتكلم عليها في الجزء الثاني من المحاضره في اللقاء القادم مع الدولة الوسطى إن شاء الله. متشكر جدا لحسن استماعكم، وأرجو أن تكون المحاضرة مفيدة، وشكر موجه لقبة الجيزة والقادمين على أمر خطير. شكرا لك يا دكتور، شكرا لحضرتك. يعني الدولة القديمة كده بننهيها بالأسرة السادسة مش السابعة والثامنة. لا السادسة. رجعنا للسادسة. أيوه. إن شاء الله.
إن شاء الله بنتخذ الفرصة الكبيرة دي بالأهل بالكل ده بنجاح الأستاذ سويلس، وربنا كده نجاح باهر في الثانوية العامة، وربنا كده نكرم خير خلف بقى خير سلف. ربنا يخليك ولكل أولاد المشروع لكل زملائنا وزميلاتنا اللي أبنائهم، وإن شاء الله بنجهز بقى مع الدكتور خالد غريب مع زملائنا طبعا الاعزاء في مقر الجيزه لزياره مميزه كده للمتحف المصري. جاهز مع الدكاتره ان شاء الله تكون زياره راب كده زفه مقر الجيزه. ان شاء الله هتبقى زياره مميزه مع الاستاذ حميده والاستاذ احمد حسن والاستاذ احمد سالم والاستاذ ياسر، وقعدنا مع طبعا تشاورنا مع الدكاترة وهنعلن عن حاجة جميلة كده، هتبقى مجموعتين، هتبقى مجموعة إن شاء الله في المتحف مع الدكتور خالد غريب في الجزء الإمام الروماني، ومجموعة مع الدكتور دوفان في القطع النادرة في المكسب المصري. نخلص المجموعة الأولى مع الدكتور خالد، نروح مع الدكتور دوفان، والمجموعة اللي مع الدكتور دوفان بالعكس مع الدكتور خالد غريب، يبقى عملنا الزيارة في مجموعتين هنعلن عنها إن شاء الله وعن التوقيت بإذن الله. شكرا لحضرتك. شكرا دكتور. العافية.